السلام عليكم. معكم عادي شاطير اللي كيسكن في سيدي عثمان حوق البحير قريب السوق الشعبي. وقع لي واحد المشكل مع واحد السيد كان جا دار فيها صحه وشد السوق لامين بغى يدير فيها لامين ولا كيجمع فلوس ديال السوق ولا هذا السيد هذا ما بقاش كيخلصنا في خلصتنا حنايا منين بدنا هضرنا على راسنا ولا دارنا هذا السيد هذا ولا ديرنا الروعه تما في سيدي عثمان كيتعدى عليا دخل لي الايطه للدار 42 واحد دخلت عليه للدار انا ووليداتي عندي 4 الدراري. هذا السيد هذا ما عرفتش كيتعنى بهاد الناس هذا شدوه النوبه الاولى عاودوا خرجوه شدوه النوبه الثانيه عاودوا خرجوه من المحكمه دابا عاوتاني. وهذا السيد كيهدد فيا دابا في محالي مشى قال لهم راه ضربني مشى لابيجي قال لهم راه ضربني انا ما ضربتوش انا اصلا يلا خرجت من الدار ديريكت لهنايا وكيهدد فيا دابا انا وولادي بغى يضرب ليا مرتي بشنويه دابا قدام باب الدار حنا سمحنا وخلينا داك الشيء قدام خليت ولادي قدام باب الدار سمحت فيهم وهربت انا ومرتي وجينا لهنايا. انا باغي يحيدني انا اصلا من السوق حيت انا اقدميه في السوق كنبغي تنطالب بحقي من هذا السيد هذا باش ياخذوا لي حقي من هذا السيد هذا باش ياخذوا لنا حقنا حيت ما خديناش حقنا ما تخداش. هذا السيد راه خرج كان معتقل وخرجوه. هذا السيد اللي حد الان دابا راه واقع كيهدد فينا هرس الوالد ديالي بالراكه ديال العسه ديالته قال لكم جريو جراكم انا قاعد ندير الفلوس انفاري على راسي. هذا السيد كنتحدى اي واحد كيتحدى اي واحد هذا السيد هذا وحنا كنطلبوا من الناس المسؤولين والسلطات والسي الحموشي والسي سيدنا ياخذنا حقنا من هذا السيد لانني ما بقيتش قادر نطلع لداري دابا انا نخلي ولادي راهم في الزنقه مشتين دابا. هذا السيد راه كيهدد فينا وجامع لي عباد الله بانه كيشهدوا لي بالزور انني ضربته وبانني درت ليه وما عندو لا شهود ولا باغي يصيفط مرتو. هذا خو المشتكي به وعندي الشكايات هما باقين عندي ديال هذا السيد هذا ها هما راه عندي هنايا وباقي ما خداوش لنا حقنا. وهذا السيد راه خرجوه من المحكمه وباقي كيهدد فينا. هذا السيد باقي كيهدد فيا طابع عليا وكيل الملك هايا وباقي كيهدد فيا هذا السيد هذا. بغيت كنطلبوا من الناس المسؤولين اقرب وقت انا ما غاديش ندخل لمحاليك ومخلي فيه باقيين ثلاثه الوليدات في الدار كاينه بوطه تما كاينه كل شيء وراه خفتهم يشعلوا العافيه في الدار دابا ولا توقع شي حاجه دراري صغار ما عارفين والو انا مهدد ومهربان من محالي. خويا هاد السيد هذا تكرفس علينا في السوق وضرب لي دراعي والبارح اعتقلوه والبارح في المحكمه خرجوه ودخل سرتافيكا انه مصدي وخرجوه وما عرفت كيقولوا الناس انه عطى الفلوس في المحكمه 3 المليون ودابا راه تهجم علينا في السوق وطلق علينا خوه ما عرفت ضرب راسه ودخل الكوميسريه كيقول لهم هذوك اللي ديكلاراو بيا هما اللي ضربوني ضرب راسه من القدام ومن اللور كيفاش انا مضروبه الايديه وغنمشي نضربو وهاد الناس هادو ماشي حشومه وعيب يديروا لينا هكا خرج خوكم. هذا السبب ان انايا كنت كنبيع في السوق بغى يحيدني من السوق هذا هو السبب علاش انا ناض معايا قلت لي ما تحيدنيش انا 20 عام وانا تمايا بغى يحيد لي الكروسه من السوق صافي وبديت كنتلاقاش معاه ضربني. هذا الشيء علاش ملي مشيت للمخزن البارح اعتقلوه والبارح اعتقلوه البارح هبطوا المحكمه ما عرفتش داروا في المحكمه ما عرفتش داروا قال لك جاب شهاده طبيه انه مسطي وخرجوه. اليوم صباح خوه طيح في الكوميساريه حتى جاتنا الاخبار في ديورنا هو خرج البارح واليوم صباح في الكوميساريه خوه ضرب راسه كيقول لك حنايا اللي ضربناه تحامينا عليه وضربناه حنا ما ضربناه والو انا كنت كنطيب الغداء تجاو عندي الناس قال لك راه مديكلاري راه مديكلاري بكم وراه بحال الوحش قال لك راه مديكلاري بكم ان انتوما اللي محامين عليه نطيح لهم في الكوميسريه وكيقول لهم 25 كيقول لهم راه هما اللي ضربوني وانا كنت كنطيب في الغداء انا ما حاضرش شغل وليا الناس دقوا عليا انا ما حاضره ليه شكون اللي ضربو ما ضرب راسو ما عرفناش واقع. هاد السيد انا ما عرفناش باغي عندنا ما عرفناش يبعد منا هاد السيد هاد السيد يعطينا تسع يبعد منا اش درنا ليه حقرنا يضرب فينا وصيفط لينا هو البارح دخل الكوميسريه جاب شهاده طبيه انه مصدي خرجوه. واليوم ما بقيتش انا كنبيع وليت خايفه منه وخدام مع الاطراء اليوم ثاني مشى خوه ضرب راسه ومشى دخل الكوميسريه قال لهم راه ضربوني وانا كنت كنطيبه في غدا ولادي انا كنطيبه في غدا ولادي انا ما في راسي حتى حاجه تجوا عندي الناس دقوا عليا قالوا لي راه قال لك ضربتو وتحميتو عليه هذا الشيء عيب وعيب عيب وعار ابو حميد السادس تقلب بلاد خينا انا مزوقه فيك السلطات المغربيه اللي بدوا التحقيق وشوفوا هاد خينا اللي ما كتهجم علينا حرام عليكم
الشيء.